السلام عليكم. اليوم نروحوا نشوفوا المشروع نتاع ربط مدينة خميس مليانة بمدينة برج بوعريريج على امتداد حوالي 300 كيلومتر، ونشوف أين وصلت الأشغال في هذا المشروع من جهة تاع خميس مليانة. إذن هنا رانا في مدينة خميس مليانة، وهنا هذا هنا نشوفوا الطريق السيار شرق غرب، هذا الخط بالأسود، و نشوفوا هنا منطقة الربط انت عم طريق السيار شرق غرب على مستوى اذا مدينة خميس مليانة بالطريق هذا هنا، طريق الدائري لمدينة الجزائر العاصمة، واللي بحقيقة راه بعيد عن المدينة، وهي هذه هي التسمية التي اتفق عليها، يعني المخطط يعني طريق الدائري لولاية الجزائر العاصمة. اذا وهذا الطريق هذا نشوف أنه الأشغال أين وصلت فيه من جهة هادية. هنا نلاحظ أن الطريق هنا مكتمل، وهنا طريق عندنا طريق من نوع 3+3 أروقة زائد يعني الشريط الوقوف الاضطراري وكذلك الشريط نتاع لا سيكوريتي ليغليسيا دو سيكوريتي، وكل يعني الامور اللي تتعلق بالسلامه تاع الطريق ولا سينياليزاسيون تاع الافقيه يعني في الارض، وكذلك كل المسار هذا الاشغال انتهت به الى حدود مدينه جندل. اذا الاشغال منتهيه هنايا الى حدود كما سوف نلاحظ عند مدخل مدينة جندل. هنا نشوف مدينة جندل، وهنا نشوف طريق هنا مكتمل إلى حدود هذا الجسر. إذن هنا الجسر هذا مازال لم يكتمل. إذن هذا هو الطريق المكتمل، وهنا نشوف المسار تاع الطريق هذا مازال يعني الأشغال به، وهو يعني الرواق مفتوح إلى حدود مدينة البرواقية على بعد حوالي 70 كيلومتر. إذن باتجاه برج بوعريريج هنا نلاحظ المسار كله مفتوح. إذن هذه هي حالة الأشغال في هذا الطريق السيار اللي يربط خميس مليانة ببرج بوعريريج. وهنا سوف نشوف هذا الجزء الذي تم يعني تمت الأشغال به، سوف نشوف الطول دياله هو حوالي 25 كيلومتر. إذا هذه هي الأشغال اللي انتهت، ويبقى المسار كله فيه 300 كيلومتر راه قيد الإشغال في بعض الأجزاء منه. إذن أترككم تتابعون الصور نتاع الأشغال نتاع الجسر العملاق اللي يقع هنا في المنطقة هذه، هنا في المنطقة هذه، وهنا نشوف الجسر هذا. هنا نلاحظ أنه فيه جسر بطول حوالي 540 متر، هذا هو الطول 540 متر نتاع الجسر اللي يمر فوق واد شلف. هنا نشوف الواد تاع شلف هنا من تحت. إذن أترككم مع الصور، والسلام عليكم.